شكرا للاستضافة. نحن اليوم موجودين بالقمة العالمية للحكومات، عنا غرضين رئيسيين. الغرض الأول هو إطلاق تقرير مشترك مع القمة العالمية حول تغيير أنظمة المرونة الوطنية للأجيال القادمة. بهالتقرير الشامل نطلع على العوامل الرئيسية المطلوبة لنجاح أي عمل وطني للمرونة، يعني الكوارث أو المخاطر البشرية الناتجة عن البشر أو الطبيعية. لازم يكون في جاهزية لهالموضوع، لازم يكون في تخطيط، لازم يكون في طريقة نستكشف بشكل مسبق عن هالمخاطر، ويكون في ردع يعني جواب سريع لمعالجة المخاطر. والتقرير هو شامل من هالمنطلق وبتضمن عوامل النجاح رئيسية يلي هي بتصب حول القيادة المرنة، يعني الريزيلينت ليدرشيب، بتصب حول التنسيق الكوردينيشن، التحالف الكوليشن، يعني في تحالفات دولية بين دول رائدة بهالمجال. يعني تبادل الخبرات هو شيء مهم بأمور يمكن ما تحصل ببلد معين، ولكن إذا حصلت الخبرة الجدية موجودة نستخلص العبر ونكون جاهزين أكثر. في محور نجاح حول التمويل، في تخوف من أنه التمويل هو رح يسبب بانخفاض بالدخل القومي. اليوم معالي الوزير قال أنه بعام واحد تم في خسائر بحوالي 17 تريليون دولار من خلال المخاطر والمشاكل الدولية. إذا أخذنا نسبة بسيطة منها واستثمرناها بموضوع الخطط الوطنية للمرونة، كنا يعني قدرنا خففنا من عبء هالمخاطر على البشر وعلى المجتمع بشكل عام. هناك دور فعال للمجتمع، يعني الحل ليس بأيدي الحكومات والقطاع الخاص فحسب، وإنما ما يسمى بالقطاع الثالث، يعني المنظمات غير الحكومية أو المنظمات اللي ما بتبغي الربح. هودي عندهم دور رئيسي بوضع الخطط للمرونة الوطنية. والتقرير يعني حوالي 70 صفحة شامل ووافي بالتفاصيل حول الموضوع. هيدي يعني سنة أنا صار لي 11 سنة بحضر القمة. السنة الماضية ركزنا على موضوع المناخ وال يعني معالجة التغير المناخي. السنة عم نحكي عن المرونة الوطنية بالإضافة إلى تعايش البشر مع الذكاء الاصطناعي. هناك تخوف بين جميع أقطاب المجتمع، قطاع عام أو قطاع خاص، حول أنه الذكاء الاصطناعي هل سيبدل الإنسان، أو هل الذكاء الاصطناعي رح يؤدي إلى شغور وظائف ما بقى في حاجة لها. هذا التخوف ليس بمحله من ناحية أنه الذكاء الاصطناعي هو أدوات في أيدي البشر. الذكاء الاصطناعي هو بيؤدي لإنتاجية أعلى ولتوفير خدمات بشكل أفضل للمواطن. ومن هالمنطلق البشر لازم يتعايشوا مع الذكاء الاصطناعي، يطوروا المهارات، يكون عندهم القدرة على استخلاص العبر والمقترحات الاستراتيجية من هالكم الهائل من المعلومات يلي بتطلع من 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 أدوات الذكاء الاصطناعي. هناك خطوات رائدة بالإمارات، يعني أول دولة بالعالم عندها وزير يعني متخصص للذكاء الاصطناعي. هناك استراتيجيات وطنية للذكاء الاصطناعي. هناك عدة مؤسسات تعمل عمل دؤوب في مجال تطوير مفاهيم الذكاء الاصطناعي. في موضوع نموذج اللغات الكبرى أو ما يسمى بالLarge Language Models، الإمارات هي الدولة الرائدة بالعالم من أول يعني مجال اللغة العربية. ما في أي دولة بالمنطقة عملت Large Language Model للغة العربية، هيدي انعملت بالإمارات. وهناك يعني حلول إضافية ويعني منافسات competition تعمل عليها الجهات الحكومية والقطاع الخاص في الإمارات بشكل دائم، وهذا فخر لنا جميعا.